بعد تورطه في رشوة السيناتور الأمريكي، من هو رجل الأعمال وائل حنا؟ في البداية كده خليني أقولك إن وسائل الإعلام الأمريكية بقالها كام يوم ملهاش سيرة غير خبر واحد، وبطل الحكاية فيه مصر. ببساطة القصة بدأت من سنة 2017، كان في رجل أعمال مصري اسمه وائل حنا، صاحب شركة اسمها حلال، شركته الوحيدة اللي مصرح ليها بتصدير اللحوم الحلال، بعد ما كان في 4 شركات مسؤولة عن الموضوع، لكن بدون مقدمات انفردت شركة الحلال بأنها تستثمر في الموضوع ده. فهو المدير للشركة الإسلامية المسؤولة عن إعطاء اللحوم المستوردة ختم حلال، يعني إنها اتذبحت بطريقة شرعية. الراجل ده بقى اتنسجت حواليه روايات كتير، من أهمها إنه استغل منصبه في أمريكا ودفع رشوة للسيناتور الأمريكي بوب منينديز باعتباره مسؤول عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يعني كلمته مسموعة في أمريكا، فكان بيديله فلوس وعقارات وذهب علشان يعمل مصالح لصالح شركته الحلال، ومن خلال الضغط على المسؤولين في وزارة الزراعة الأمريكية في أنهم يشتغلوا على حماية الاحتكار اللي منحته الحكومة المصرية لشركته لتصدير اللحم الحلال لأمريكا، رغم أن الوزارة استغربت من اللي حصل، إزاي مصر تدي عقد احتكار لشركة وائل حنا اللي ما عندوش خبرة في الموضوع، واشتكت عن إجراءات السلامة، لكن السيناتور تدخل والموضوع مشي. بالمناسبة برضو كان في كلام بيتقال إن وائل حنا بيستورد اللحوم النافقة من الأرجنتين والبرازيل، ولو بيشتريها بجنيه واحد فبيبيعها للتجار بأربعين جنيه وبيكتب عليها حلال، وده مش أول مرة ياخد فيها السيناتور الأمريكي من وائل حنا رشاوي علشان يخلص مصالح لمصر، ده برضو حسب المصادر الأمريكية. ففي سنة 2019 زود السيناتور المسؤولين المصريين بمعلومات سرية بعدد وجنسية الأشخاص اللي شغالين في السفارة الأمريكية في القاهرة، ده غير أنه كتب رسالة نيابة عن مصر لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعوهم فيها للإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر. وكان من دينيز لما بيبقى في القاهرة وعرف أنه هياخد ذهب كان بيعمل بحث عن أنه سبائك الذهب عاملة كام. كمان السيناتور ده اتهم أنه أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر في السر وضحك على أمريكا. ولما تعرف الموضوع الشرطة فتشت بيت وائل حنا ولقيت فيه أكتر من 480 ألف دولار وسبائك ذهب كتير، معظمها متخبي في أظرف داخل خزنة ودولاب، واتقال برضو إن الحكومة المصرية هي اللي مديها لوائل حنا عشان يدفعها للسيناتور علشان يسهل لهم الدنيا في أمريكا. لكن لو كان الكلام ده صح، فإزاي وائل حنا اتقبض عليه في مطار كينيدي في نيويورك ويتركب في جسمه شريحة إلكترونية ليتم تتبع خطواته داخل أمريكا؟ فحالياً وائل حنا اتسحب باسبوره وبقى متراقب حتى في بيته في نيوجيرسي من الساعة 8 بالليل لحد 8 الصبح، ده غير ان امريكا احتفظت بجميع الاسهم في شركته كابيتال مانجمنت اي جي، في النهاية دفع له الكفالة وهي 5 مليون دولار، لكن الخوف كله ان مصر يتفرض عليها عقوبات سياسية او اقتصادية بعد اللي عمله وائل حنا، فربنا يستر.